مرحبا، من لا يعرف عن دمشق سوف أقول لكم من هي دمشق. 40 حضارة نهضت على أرض سوريا على مر العصور. أقدم مدينة مأهولة في العالم، 10,000 سنة قبل الميلاد. لقبت بالشام، الفيحاء، شام شريف، مدينة الياسمين، باب الكعبة. عاصمة الدولة الأموية والزنكية. أول من طلقت الديانة المسيحية من دمشق. اكتشاف الأحرف الأبجدية في مدينة أوغاريت. تدجين الحيوانات في دمشق. اكتشاف المنجر المحراس في دمشق. القماش البروكار التي ارتدته الملكة إليزابيث الثانية. أول مدرسة باليه في دمشق. مدينة النور والعلم والتجارة. القهوة زرعت في اليمن وصنعت في دمشق وغادرت إلى اسطنبول ومنها إلى العالم. النساء أول من لبسوا الحذاء الكعب العالي في دمشق. الكهرباء وصلت إلى دمشق قبل لوس أنجلوس عام 1907. الفتوحات الإسلامية على يد خالد بن الوليد.